على الصوبين ما فيها وسع المشدوقه. سبعين يوم او 71 يوم تقريبا شفني ما طلعت واهلي في الرياض. يا اخي تنقتل والله انا قد انك تنقتل يا اخي. والله ما طلعت ها، والله ما هو بقل محبه في اهلي. انا اللي صبرني مجي الوالده يوم جات، والله العظيم جاتك الوالده وطمنت عليها صح؟ والله جات بالاسكار يا رجال، ما احلى احد منه والله العظيم ها. وقسما بالله العظيم اني ما هم صبرني الا الجمهور اللي يسمع. الجمهور على عيني وراسي. لما تكون متهمش، لما تكون متهمش في القناه والله العظيم ما ودي اطلع ب 500 هو صلى الله عليه. لما تكون متهمش في القناه هذه ما حد يعطيك وجه ولا حد ايش. طيب ايش ذنبك؟ زينها الله الله يزينها من اليوم وخلاص. توبة إن كنت أحبك تاني توبة آخر نوبة وبعدها توبة. وبعت لي جواب وطمني يما عشان ما يقولون. خبروه إني على وصلة حيت وانت فرقنا ترى موتي دنا لحبيبن يوم روح ما زلت. اجلس يا ابو عرفان. يا باي بشكي لك الحال يا باي، انا مرة قلب طيبات. بسم الله عليك. قلب طيبات يقول روح مستشفى. اي والله هو صادق. روح رسنايت. شكرا يا محمد عرفان، يعطيك العافية يا حبيبي. تعال أخ نورة ونعمي يا أخو نورة. يا أخوي علمتهم كلهم لب عينك أخ نورة. شوف يا طائرة لا تطير. إحنا هذه طيارة حربية ولا طيارة؟ لا هذه طيارة مدنية. طيب اللي أنا تعدت الخطوط اللي تعدت فوق الجو. لا ها أبو سعد ليه يا طلال الخطين هذه؟ هذه طال عمرك دخان لا 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 دخان الشوق. ها الحرارة. أي حرارة؟ الحرارة اللي تطلع من فارق اختلاف درجة حرارة الجو فوق والدخان. صدق والله؟ إيه هذا طال عمرك. أخوي أنت تحسبني أنا متعلم؟ هذا طال عمرك. أنا معي والله أنا أفكر أنا دارس بكالوريوس وماجستير طلع دخان. هذا طال عمرك تكون كثافة الهواء البارد يوم يجي على جناح الطائرة على المحركات تكون حارة يتكثف الماء عليها ويطلع بصورة بخار. هذا بخار ولا ماء؟ لا بخار ولا ماء؟ انت تقول كثافة الماء على ذا الجو البارد. طيب هواء بارد، الفرق بين ضغط الهواء البارد والهواء الحار اللي يطلع من المحرك. طيب جمع تكثف يطلع بخار. أدى المغرب.